ميسان، اليوم بدنا نحكي بموضوع كتير كتير مهم، بيعاني منه يمكن كتير من الأشخاص، ما كان في له حد أو حل. خلينا نحكي اليوم عن الجرائم الإلكترونية يلي ممكن تغيب بعض التفاصيل عن ذهننا. فقرتنا هلأ أكيد رح نحكي فيه عن القانون السوري، رح نناقشه مع المحامي الأستاذ أحمد دعبول. صباح الخير. صباحك يا أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. تسلم يا رب. يسعد صباحك أستاذ صباحك. أحمد. أهلا وسهلا. اليوم في كتير ناس بتخطر على بالها إنه شو هي الجريمة الإلكترونية؟ كيف بنقدر نعرفها لنعرف إنه هي جريمة إلكترونية أو لا؟ الجريمة الإلكترونية نحن يعني حتى نفهم شو معناها، أول شيء لها عدة تسميات تختلف من شخص لآخر أو المجتمع لآخر، تنطوي تحت جريمة الحاسوبية، جريمة المعلوماتية، جريمة الإلكترونية، جريمة السايبرية. لكن شو هي الجريمة الإلكترونية حتى نوضحها نحن؟ هي كل فعل جرمي ارتكب باستخدام منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عن طريق المنظومة المعلوماتية أو الشبكة. شو هي المنظومة المعلوماتية؟ بجوز ما كتير عالم تفهم بالمصطلح العلمي إلى المنظومة المعلوماتية. تماماً. هي كل جهاز لوحي، كمبيوتر، بطاقة ومغنطة، هي تعتبر منظومة معلوماتية تحتوي بيانات، جهاز لابتوب، كمبيوتر مكتبي، أي شيء من الخصوص هذا ارتكب عن طريقه أو عليه يعتبر جريمة معلوماتية، وحدد القانون السوري هالشيء هذا بنصوص المواد تبعه. ونحن بنلاحظ انه الجريمة المعلوماتية هي عندنا بسوريا يعني هي مستحدثة، يعني اول تقنين يعتبر فينا نسميه خجول صدر الجريمة الإلكترونية هي بالعام 2001 اللي هي الاعتراف بحقوق المؤلف فيما يخص البرامج الحاسوبية، وصدر تشريعات خفيفة. هذا اول قانون كان. اول شيء بس حقوق المؤلف فيما يخص برامج الحاسوبية، لكن صدر فيما بعد القانون اللي بعام 2011 فيما يخص التواصل على الشبكة على العموم عبر وسائل الانترنت وضوابط النشر. لكن القانون اللي فند الجريمة المعلوماتية بشكل مفصلي وشكل دقيق هو المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 اللي هو قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية اللي حدد أنواع الجرائم المعلوماتية، عقوبات الجريمة المعلوماتية، وشدد في بعض العقوبات غير الموجودة في القوانين الجزائية عندنا بسوريا. هون شددها وفندها بالتفصيل المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012. نعم، خلينا نحكي اليوم كيف تتقدم الشكاوي للقضاء وكيف بيتم ملاحقة أو يمكن حتى تجريم الشخص اللي هو طبعا متهم بالفعل الجريمة الإلكترونية. هلأ الفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية بسوريا يعني له دور الأساسي بهالموضوع هذا، ويمكن تقديم الشكوى عن طريق الموقع الإلكتروني اعتباره مختص بمكافحة الجريمة المعلوماتية. لكن بالشكل الدقيق يعني يتم تقديم الشكوى عن طريق ادعاء أو شكوى تسمى معروض بالنيابة العامة في كل محافظة حسب المحافظة الموجودة فيها أو وقعت الجريمة، وثم تحيل إلى فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية ليتم معرفة الشخص. لأنه إحنا بنعرف الجريمة المعلوماتية ما رح يتم الشخص يقوم الشخص بفيه باسمه الصريح، قد يكون باستخدام اسم وهمي، قد يكون باستخدام رمز، قد يكون وسائل عدة. لكن فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية إلى كتير دور يعني بالتقصي والتحقق لمعرفة الشخص بوسائل خاصة فيها، معرفة ماك أدريس، معرفة الاي بي العائد للشخص، مكان الاتصال، الأسلوب الخاص فيهم يعني بالفرع. يعني دائما العالم ممكن تسأل إنه شو هي الأدلة يلي بيقدر الواحد يقدمها لحتى تكون هي الدعوة صحيحة. هلأ من شروط تقديم الادعاء هي المعروض اللي بيشتكي فيه الشخص أمام النيابة العامة ومرفقة بالصور. لما بيتم إحالتها للفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية هنا بياخذوا اليوزر نيم، بيسموه اليوزر نيم للمستخدم الحساب اللي تم فيه التواصل، وبيحددوا بوسائلهم عن طريق الاي بي، مكان الاتصال، عن طريق مقسم الهاتف، الشريحة، وقد يكون خارج البلد. هون يعني كمان بتخذ اجراءاتها الخاصة الاخرى او داخل البلد اللي بيتم مكافحتها بشكل نظامي. نعم، يعني استاذ احمد لحتى يكون في تجريم فعلا لهذا الشيء ويكون يمكن نعطي أهمية كتير كبيرة للشيء اللي يمكن حتى اللي عم بيصير على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا معناه إنه في أذى فعلاً وفي عملية يمكن تخطي للحدود، اقتحام للخصوصية وكثير من هي الأشياء. خلينا نحكي اليوم عن أبرز الجرائم الإلكترونية المطروحة. هلا نحن إذا بنحكي فوراً هي عدة أنواع حدد القانون المرسوم التشريعي رقم 17، لكن الأكثر شيء بيجوز بهم المجتمع بشكل عام هي انتهاك الخصوصية. وهون القانون جرمه بشكل يعني دقيق لمن ينشر يعني أي معلومة تنتهك خصوصية شخص آخر حتى لو كانت صحيحة.
حتى لو كانت صحيحة. هون يجرموا القانون طبعا لوسائل إثبات معينة بتم تقصي عليها بفرع مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أمام القضاء المختص، وعاقبوا ومن شهر إلى 6 شهور مع غرامة ليحاول يحد من هالشيء اللي عم بصير، اللي هي فعلا صار موضوع للابتزاز، موضوع عمل يعني فقط للتشهير أو لخلافات شخصية غير صحيحة. لكن هون بالمادة اللي حدد فيها الانتهاك لحرمة الحياة الخاصة ما حدد انه بجوز معلومات كاذبه، هم تنطبق عليه قانون العقوبات العام، ما حدد الافتراء، الذم، القدح، هون كياتو بندرج تحت قانون العقوبات العام. لكن حتى لو كانت صحيحه انت ما بيحق لك كشخص انك تنتهك خصوصيه شخص اخر. وفي حال كانت كاذبه بتزيد فتره العقوبه طبعاً او طبعاً نفس الشيء؟ اللي بيميز المرسوم التشريعي رقم 17 انه في حال وجود العقوبه بالقانون مكافحه الجريمه المعلوماتيه او بقانون اخر فتطبق العقوبه الاشد ليحقق الردع العام والردع الخاص للشخص هذا اللي عم بيكون بهالفعل الجرمي. انه في حال تواجده باي قانون خاص او قانون العقوبات العام فتطبق العقوبه الاشد عليه. وبنلاحظ نحن كمان يعني المشرع السوري بهالموضوع هذا حاول قدر الامكان يعني يشدد العقوبه عليه، مثلا بالاحتيال يمنع من منح الاسباب المخففه التقديريه، شدد العقوبه عليه، حط اسباب يعني بتخلي تحد من هالانتشار اللي عم يتم يعني صار شيء عام تقريبا. طيب شو هي ابرز العقوبات يلي عم تكون موجوده بموضوع الجرائم الالكترونيه والى اي حد تصل بالقانون السوري؟ بقانون مكافحه الجريمه المعلوماتيه او الالكترونيه تبدا العقوبه من 20,000 ليره غرامه، اللي هي بس مجرد الدخول غير المشروع الى منظومه معلوماتيه، فقط دخول، هي دخول يعني من دون استخدام، من دون اي فعل، مجرد دخول قصدا بطريقه غير مشروعه الى منظومه معلوماتيه فانت هون عندك غرامه 20,000 ليره. اما اذا تم التزييف او التزوير او نسخ البيانات او تشويه او الافشاء هالمعلومات اللي وصلت لها انا فشددوا العقوبه عليه. تتراوح العقوبات حسب قانون مكافحه الجريمه المعلوماتيه من 20,000 ليره غرامه الى 100,000 ليره غرامه الى 500,000 ليره غرامه حتى تصل الى 1.5 مليون ليره غرامه. هي يعني العقوبه ماليه حصرا؟ لا، اضافه اضافه الى عقوبه الحبس اللي من شهر ممكن تستمر لخمس سنوات حسب انه يعني الظرف المشدد الاستخدام. مثلا القانون شدد في حال حصول وقوع الجريمه على قاصر او في حكمه، شدد في حال استعمال موظف، مثلا ممكن يكون موظف في جهه ما متعلقه بالاتصالات بوزاره الاتصالات والتقنيه باحد الاجهزه الامنيه باحد الدوائر الحكوميه، من استغل هالوظيفه شدد العقوبه عليه. يعني عم بيحاول يعني يراعي كل الظروف يشددها او يخففها حسب القوانين العامه بحسب كل ظرف معين ليتم الحد منها بشكل قطعي وعدم الاستمرار بهالافعال الجرميه اللي عم ترتكب من قبل اشخاص معينين. استاذ احمد حكيت عن نقطه كثير مهمه انه بعض الاشخاص عم بيكونوا برا البلد وعم بيقوموا بعمليه تشهير او اذى وحتى انتهاك خصوصيه لاشخاص داخل البلد، لبعضهم يمكن لهم مكانه معينه، البعض الاخر ممكن حتى يكون شخص بظروف عاديه، لكن ايضا عم يلحقوا كم كبير من الاذى. هون كيف بيتم التصرف والتعامل مع هذا الموضوع؟ هلا بعد تقديم الشكوى ضمن النيابة العامة في المحافظة أو إحالتها إلى قسم مكافحة الجريمة المعلوماتية، بعد إجراء التحقق والتقصي ومعرفة أنه الشخص المستخدم هو خارج سوريا بيتم اتخاذ إجراءات اللازمة مثل ترصد قدوم، إزاعة بحث عليه في حال وجوده إلى بلد لمراجعته ومحاكمته حسب القانون السوري. وفي بعض الاتفاقيات الدولية ممكن يتم تعميمه عبر الانتربول الدولي حسب يعني كل بلد أو حسب المنطقة أو حسب كل شخص، حسب نوع الجرم كمان، حسب نوع الجرم طبعا كمان. لكن هون يعني الإجراء المتخذ يعني بشكل طبيعي عندنا بسوريا ممكن بعد ثبوت وقوع الجرم والتأكد منه بعد تقصي الحقائق بيتم إزاعة البحث عليه أو ترصد قدومه عبر المعابر الحدودية. يعني كثير بيسألوا عالم أنه أحياناً ببعض الحالات بيصير نشر خبر أو تشهير بشخص معين، بينشر البوست بعد ربع ساعة هو بينتشر عند كثير ناس بينمحى من المصدر الأساسي، هل هون كيف بيتم التأكد من هاي الحالة إذا صارت شكوى؟ لأنه ما بيكون يمكن في صورة من الحساب اللي صار فيه هاي الحالة أو هاي الجريمة. هلا هون بيتعلق الموضوع هون بفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، يعني قد هن لو الشخص الأساسي اللي قام بالفعل الجرمي محى البوست أو أزاله، لكن قد يكون مرتبط بشخص آخر. نعم. قد ممكن يراجع مثلا صفحة الشخص يشوفوا تواصلاته إلا ما يكون يعني بالنهاية المشتكي الواقع عليه الجرم إلا ما يكون عنده معلومة إنه أخي أنا محل بوست لكن أنا اسمه كذا
اذا شفت الصوره الحاطه صوره البروفايل تبعه اعرفها. بيتم هنا التعاون ما بين المشتكي وبين فرع مكافحه الجريمه المعلوماتيه لمعرفه الوصول عليه قدر الامكان، لكن في حال ازال كل اثر له ازيلت الجريمه يعني. يعني بده يكون اجباري في دليل حتى يقدر الفرع يوصل للشخص الجاني او الفاعل لهالفعل هذا. نعم، يعني اليوم مع وجود هيك قانون منصف خلينا نقول لهي الجرائم الالكترونيه الموجوده، كيف لقيتوا استاذ احمد اليوم تعاطي الناس خف شوي تخطي الحدود اذا بدنا نقول، خف انتهاك الخصوصيه، الجريمه الالكترونيه بشكل عام اليوم شو موقعها؟ هلا اكيد لما بيوجد قانون بيفرض عقوبات معينه على مرتكب فعل ما اكيد راح يحد منا بشكل قطعي، لكن ما فينا نقول بشكل تام، يحد منا بشكل جزئي اكيد. نعم. في اشخاص بالنهايه ما راح يردعوا مهما كان، انا بضل في عندهم تسول انفسهم باستخدام هذا والحصول على المال بطريقه سهله. لهالسبب هذا القانون خلينا نسميه تفعل بالشكل الدقيق تبعه، هو صدر بالعام 2012 لكن تفعل بالشكل الدقيق بالقانون رقم 9 لعام 2018 اللي هو حدد واحدث محاكم ودوائر تحقيق مختصه بجرائم الاتصالات والجرائم الالكترونيه، وخلال فعلا هالعامين او ثلاثه السابقات بنلاحظ تزايد شكاوى عبر جرائم الكترونيه، شكاوى الاتصالات، ونحن من يعني حتى من هالمنبر هون نحن بنحب نقول خاصه للاناث عندنا اللي ممكن نقول انا صورتي او ممكن هي احيانا ما يكون في فعل، ما يكون في تواصل ما بين مثلا ذكر وانثى، ممكن واحد ياخذ صوره واحده بروفايل الطبيعي يطبق صوره عبر الفوتوشوب او عبر برنامج معين يساهم بالابتزاز، هي موضوع عادي موضوع طبيعي، لكن مجرد السكوت نحن عم نزيد الجريمة المعلوماتية. مجرد انه نحن نسكت عن حقنا فكل شخص عم يجبره يتمادى شخص هذا او شخص اخر، لكن نحن لما بنقدم الشكوى بيتابع هذا الشخص عم نحد منا نحن يعني الدولة، نحن باصدار قانون عم تحاول ترد على الاشخاص هاي والافعال الجرمية، نحن بدنا نساهم بهالشيء هذا بانه نطبق القانون ونفعل القانون بشكل صحيح ونتقدم الشكوى اللازمة اصولا. اكيد يعني بنشكرك كثير استاذ على المعلومات اللي قدمت لنا اياها لليوم، بنتمنى انه ما حدا يسكت عن حقه وكل الناس تتشجع وتعرف انه هذا الشيء هذا القانون لحمايتها ولحتى خدمتها من اي مشاكل قد تقع فيها. شكرا كثير لك. اكيد شكرا لك استاذ احمد مره ثانيه، وبنتمنى اكيد كل شخص يحترم خصوصيته وخصوصيه الاخرين. شكرا لك.